قبل زيادة الوقود السولار اللي زاد في الفترة اللي فاتت تقريبا الأسبوع اللي فات في حدود 7%. عندي الأجور زادت في 1/4 اللي فات، يعني كان المفروض تزيد في 1/7، ولكن الدولة علشان برضو رفع يعني المعاناة عن أهالينا والناس والكلام ده بكرت الدولة بصرف العلاوة اعتبارا من 1/4 اللي كان صرف 1/7، دي برضو عملت معايا حوالي 9%. قطع الغيار، لأن قطع الغيار حتى الآن احنا طبعا فطنا كده وبنحاول دلوقتي نعمل مصانع وبنحاول نعمل ورش وهكذا، ولكن حتى الآن لا بس كده الغيار. واضح طبعا انه الميزانية زي ما بنقول بشكل بسيط كده خرمت، عشان كده انا بقول لحضرتك انا في مأزق. طيب احنا في مأزق، طب هنعمل ايه؟ ما قدامنا ما فيش حل غير حل من اتنين، يا اما نستدين يا اما نحرك سعر التذكرة شوية. طيب نحرك سعر التذكرة لحد ايه او نستدين لحد ايه؟ برضو احنا طالبين نزود الدعم بتاع وزارة المالية لينا، يعني بنقول لهم ب10% كمان يبقى وصلونا لحد 6 وشوية مليار السنة دي، وبنحاول مع وزارة المالية، وطبعا ده مرتبطة بموازنة الدولة اللي صد عليها مجلس النواب، والسادة النواب الموقرين مصدقين على الموازنة وعارفين كده. طب ايه السبيل تاني ان احنا نزود التذكرة؟ طب قبل ما نزود التذكرة بنحاول ندخل شوية بيع خردة، بنحاول ندخل شوية استثمار اراضي، بنحاول ندخل شوية اعلانات، بنحاول نتصرف فيه اللي هو تسد العجز باي طريقة، بحيث انك لما تيجي تزود التذكرة ما تزودهاش بقدر كبير. بالضبط كده، الله ينور على حضرتك. يبقى انا عملت اللي عليا، الدولة ادتني وعملت كل اللي اقدر اعمله في الاستثمار، ولكن ما زال هناك فرق كبير جدا بعد الزيارات دي في الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات. يبقى لازم هزود قيمة التذكرة. طب هزودها بقد ايه؟ دي دراسة بنعملها دلوقتي وهنصدع عليها من مجلس الوزراء ومن دولة الرئيس ومن فخامة الرئيس. يعني انتوا خدتوا قرار سيادة الوزير بزيادة تذاكر السكة الحديد والمترو ايضا، ولا السكه الحديد فقط؟ لا، والمترو طبعا ده غصب عني يا استاذ عمرو، بس المترو جايز ما يبقاش عالي قوي، يعني المترو اللي ب5 جنيه ممكن يزيد جنيه واحد، اللي ب6 جنيه برضه ممكن، او اللي ب7 جنيه ممكن يزيد جنيه واحد، يعني جنيه من 5 او جنيه من 6-7 مش كتير. في مرحله دخلت لما فتحنا عدل منصور، وبقى فيه دلوقتي يقدر يجي من المرج يطلع لعدل منصور، فعدد المحطات زاد، فعملنا شريحه زياده بدل ما فانتوا دلوقتي بتدرسوا او خدتوا قرار بزياده اسعار السكه الحديد والمترو، ولكن الان انتوا بتدرسوا النسبه قد ايه؟ بالظبط كده، احنا بندرس النسبه دلوقتي انما هتزيد، لازم تزيد، لان احنا مش هنقدر نشيل كل التكلفه دي. حضرتك متوقع الزياده دي تبقى امتى؟ يعني ادينا كمان 5-6 ايام 10 ايام على ما نطلع بالدراسه ونعرض. انت عارف حياتك ان احنا لازم في يعني مجلس وزراء، في رئيس حكومه، في رئيس دوله. حضرتك بتقول لي ان في اغسطس القادم هيكون هناك اسعار جديده للسكه الحديد ومترو الانفاق. ده غصب عني. غصب عني، لو اقدر انمي الموارد اكتر من كده، او اقدر ازود دخلي اكتر من كده، واقدر اقلل مصروفاتي اقل من كده هعمل، ولكن برضه ما زلنا مديونين، وما زلنا احنا يا استاذ عمرو بمنتهى الشفافيه لما هناخد القرار بالزياده، احنا خلاص القرار تقريبا شبه متاخد ان لا بد ولا مناص منه ان احنا نزود اسعار التذاكر، ولكن قد ايه هطلع مع حضرتك او مع اي اعلامي محترم او في كل وسائل الاعلام ونقول والله التذكره الفلانيه كانت ب10 جنيه، تذكره الميكروباص مثلا كانت ب25 جنيه، طب انا لما ازود التذكره دي 2 3 حتى 5 جنيه بقت 15 جنيه، يعني انا لسه اقل من الميكروباص ب10 جنيه. لا هو يعني زياده طبعا السولار لأول مرة من فترة طويلة، كل وسائل المواصلات الأخرى غير المواصلات بتاعتكو زي لا، وحتى في المواصلات بتاعتكو أنت عندك أتوبيسات النقل العام نفسها زادت، فالزيادة الزيادة 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 قد حدثت، والآن الزيادة في يعني السكة الحديد والمترو هتكون وراها طبعا يعني.